أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي نبض الاتحاد. طبعا رحبوا معي في كفاءة جديدة تميزت في أعمال الديكور. قصة نجاح بدأت بال 2005. طبعا نرحب الآن بالسيد طبعا أحمد أسعد رشيد، صاحب شركة الرشيد للمقاولات الديكور والأصباغ. بداية أستاذ أحمد أسعد، الله أوقاتك يا سيدي. الله يسعد أوقاتكم، أهلا وسهلا فيكم مهندسين. أستاذ أحمد، بداية لو أردنا أن نعرف السادة المشاهدين بحضرتك أكثر، وكيف كانت البداية والانطلاق؟ أهلا وسهلا. نحن جينا على دولة الإمارات تقريبا بسنة 1998. بدأنا عمل طبعا كموظف بشركة بدبي لمدة سنتين، وبعدين انتقلت على إمارة الفجيرة. نعم. كمان اشتغلنا بنفس مجال العمل في الديكور لمدة 5 سنوات، وبسنة 2005 أسسنا الشركة وكانت بداية عمل الشركة. نعم، يعني 98 بدأتم العمل. نعم. لغاية 2000، ومن ثم 5 سنوات في أعمال الديكور. نعم، متتالية. ومن ثم كان لكم طبعا الاستقلالية الحرة والبزنس الخاص فيكم. نعم. طبعا لو أردنا أن نوضح للسادة المشاهدين عن الخدمات اللي تقدم داخل شركة الرشيد للمقاولات الديكور والأصباغ، ما هي الخدمات التي تتم؟ نحن بنقدم خدمات تصميم داخلي، ديزاين وتنفيذ بنفس الوقت، الديكور والأصباغ. ديكورات، يعني أصناف الديكورات الداخلية فقط أم الأصناف الديكورات الداخلية فقط؟ خارجية ما بتشتغل؟ لا، بالخارجية الآن ما نشتغل. مثلا تغيير مناظر الفلل أو الخارجية بس، كل إذا كانت بنفس المواد اللي نحن نشتغل فيها مثلا ممكن أنه نشتغل فيها، أما الحجر والرخام لا. طبعا إحنا قبل اللقاء تحدثنا عن المنافسة. نعم. طبعا لابد أن طبعا القطاع اللي تعملوا فيه أنتم في منافسة عالية جدا. نعم. اتجاه نحو إمارة الفجيرة بالتحديد طبعا كان أكثر اتجاه، وخصوصا أنها إمارة تنشأ. نعم. وفيها إنشاء عمراني جديد. طبعا تحكي لنا عن الإشي اللي ميزكم وخلاكم تكسبوا ثقة الناس، السمعة الطيبة منين إجت يعني؟ نحن تقريبا يعني بآخر 3 سنين أو 4 سنين صار في ما شاء الله بإمارة الفجيرة إنشاء تقريبا شعبيات جديدة ومباني ثورات وفنادق، يعني اشتغلنا بكل هاي المجالات، حتى بمجال يعني العمل مع وزارة الأشغال العامة كمان كان لنا بعض الأعمال معهم، وتميزنا بالسمعة الطيبة بالشغل النظيف بالتنفيذ الجيد للزبون، يعني بالصدق المعاملي. نعم. كانت هاي يعني ميزة خلتنا محل ثقة عند الزبائن. أكيد. هل هناك متابعة ما بعد تسليم المشروع؟ بيكون خلني متابعة ما بعد التنفيذ؟ طبعا نحن إذا كان الزبون يعني بريد اي مثلا تعديل او صياني او ما شابه من هاي الامور، في تعاون كبير يعني نحن بنقدمه مع الزبون مالنا. طبعا سيد احمد، طبعا انتم طبعا زي ما حكينا تميزكم، دعنا الان نتحدث عن النظره المستقبليه. كل انسان طموح لابد يكون عنده نظره مستقبليه، فما هي النظره المستقبليه لشركه الرشيد للمقاولات؟ والله نحن ما دام يعني فينا نقول ضمن دوله الامارات العربيه المتحده، بنطمح دائما للافضل، لتوسيع الشركه، لخدمات خلينا نقول إكساء كامل من عمل الديكور يعني والأصباغ والفرش وما شابه ذلك يعني. طبعا أستاذ أحمد، طبعا خلال فترة عملك لابد واجهتك بعض الصعوبات والمعوقات مسيرة عملك، يا ريت تحكي لنا الإشي الشيء اللي كيف استطعت أنك تتخطى هاي الصعوبات؟ والله بالإصرار، والإنسان دائما بس يحط هدف ويسعى له بجد وباجتهاد لازم انه يطور من نفسه ويتخطى كل الصعوبات. وطبعا
تيجي هذه الأمور بالتدريج. يعني ما في إنسان بينطلق يعني بداية خلينا نقول من منطلق صفر لحتى يوصل قمة ما معينة إلا بالإصرار وبالإرادة كمان. أكيد طبعا النجاح طبعا والطموح طبعا بدها استمرارية ونظرة للأمام دائما باستمرار. طبعا سيد أحمد دعنا الآن نأخذ منك هيك بالفترة الزمنية اللي عشتها هاي، نأخذ منك نصيحة للشباب المبتدئين في مسيرة عملهم، ما هي نصيحتك لهم بالتحديد؟ نحن ننصح شباب بشكل عام يعني الأول شيء الصدق بالتعامل مع الناس، الأماني بالتعامل مع الناس، هي اللي بتخلي الإنسان دائما ينجح. أكيد. فهي إذا الإنسان دائما تعامل بالصدق بالأماني مع كافة الشرائح المجتمع بشغله فدائما بينطلق للأمام. أكيد أكيد. طبعا سيد أحمد دعنا الآن نتحدث عن منظومة وقاعدة أساسية وهي نعمة الأمن والأمان اللي بتنعم فيها دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا هي نعمة من الله عز وجل ومن ثم جهود شيوخنا اللي بذلوا كل جهودهم لحيث الأمن واستقرار هذا الوطن. طبعا لأنه إذا وجد الأمان وجد الاستقرار وجد الاستثمار، وهي قاعدة أساسية لتوفير أرض خصبة. فما هي رسالتك حول منظومة نعمة الأمن والأمان ورسالة خاصة نحن لشيوخنا؟ من شركة الرشيد دائما منقدم كل الشكر والتقدير لأصحاب السمو شيوخ دولة الإمارات ولسمو الشيخ خليفي الله يطول بعمره، ونتمنى دائما النجاح والتقدم لدولة الإمارات والازدهار بكل المجالات والتطور. وطبعا نحن كلمة ثناء يعني لدولة الإمارات، نحن عايشين بهاي الدولة خلينا نقول من خير رب العالمين بداية ومن خير دولة الإمارات ثانية. الحمد لله رب العالمين. طبعا سيد أحمد طبعا احنا على مقربة من اكسبو 2020، هل سيكون لشركة الرشيد دور فعال في اكسبو 2020 او يكون لهم بصمة واضحة في هذا؟ والله نحن نتمنى اذا كان الا ان شاء الله نصيب انه كل إنسان بيكون له طموح، إن شاء الله إنه يكون لنا نصيب بهذا. هل سيكون في يعني لكم دافع في أو أمور مثلاً معينة لكم في هذا؟ والله نحن نتمنى لكن عاد الظروف ما جهزتوا له شيء معين؟ لا نحن الحقيقة ما عندنا شيء معين. طيب سيد أحمد بدنا منك الآن رسالة، طبعاً رسالة خاصة هي بحضرتك توجهها لإنسان كان داعمك بمسيرتك العملية، كان من الأهل أو الأصدقاء، يعني رسالة خاصة لمن هاي الرسالة بتحب توجهها وتقول له شكرا أمام الشاشات؟ والله في إلي أخ بإمارة دبي، فهو كان دائما واقف بجنبي أخي رشراش، فبقدم له دائما الشكر والتقدير، وقف بجنبي وساعدني بمعنويا وماديا لا حتى وصلنا لهي المرحلة، فنقدم له الشكر والتقدير. طبعا احنا كمان نقدم له كل الشكر والاحترام طبعا. الله كمان. طبعا سيد أحمد اسمح الآن لكاميرا البرنامج بأخذ التقاط بعض الصور من فن الديكور المتواجد وأعمالكم المتميزة في هذه المعرض. طبعا أعزائي المشاهدين في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أتقدم الشكر الجزيل للسيد أحمد أسعد رشيد صاحب شركة الرشيد للمقاولات الديكور والأسبار. طبعا شكرا لك سيد أحمد.